الشواطئ النظيفة ومياه البحر النقية جعلت من جزيرة سنغنيب الواقعة على بعد 13 ميلا جنوبي مدينة بورت سودان الساحلية السودانية وجهة سياحية مميزة. فالتمتع بجمال الطبيعة البحرية وممارسة رياضة الغطس أبرز ما يجذب السياح لهذه الجزيرة. أشيا من جزيرة سيشل والمهتمة بالترويج السياحي في إفريقيا جاءت إلى هنا بعد أن تم اختيار سنغنيب ضمن التراث العالمي. هذا البلد لديه الكثير من الموارد، والشيء الأكثر أهمية هو تسهيل عملية التنمية للناس. الشعب السوداني يستقبلك بترحاب حار. قضيت يومين في الخرطوم وأنا هنا اليوم. سنغنيب محمية بحرية تضم أكثر من 250 نوعا من الأسماك وكائنات بحرية أخرى، وتشتهر بتعدد أنواع الشعب المرجانية التي تزيد عن 120 نوعا لتكمل صورة الجزيرة الجميلة. مقومات دفعت منظمة السياحة العالمية لترشيح السودان ليكون بوابة جديدة للسياحة في العالم، فيما تسارعت خطى الحكومة للترويج لثقافة السياحة في البلاد. السياحة إن تم استثمارها وإلاء العناية بها سوف تكون أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد السوداني، لأن السودان لديه الكثير الكثير. السياحة سيكون عائدة أكبر، لأن كل سنة بتزيد، هذا العام زادت بنسبة 7.1%، فالسنوات القادمة إن شاء الله ستزيد بأكثر من ذلك، لأنه نحن بذلنا جهد كبير في إطار الترويج الخارجي. يعني لأول مرة السودان يشارك في 8 معارض خارجية. لا تجد السياحة في السودان خاصة الداخلية منها اهتماما كبيرا، ويعول على تسجيل منطقتي سنغنيب والدندناب ضمن لائحة التراث العالمي لزيادة معدلات الاهتمام بالسياحة كمورد اقتصادي أساسي. المقومات السياحية الهائلة ربما لا تكون كافية لصناعة سياحة منتجة، فبحسب خبراء فإن السودان بحاجة إلى ترويج سياحي أكبر للاستفادة من عائدات السياحة اقتصاديا. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، جزيرة سنغنيب، ولاية البحر الأحمر.